ما زلت أعتقد سيد مقتدى سيد المقاومة على عناد الجميع. أقول بكل صراحة، الاتهام هي محاولة البعض لصناعة انطباعات. هذا الاتهام الأول اللي قلت لك. هاي انطباعات. أنا أسأل سؤال، كل يتهمون أنه التيار الصدري سيطر على الحكومة، خلينا نطون اسم وزير صدري واحد واحد، وزير الصحة اتهموه صدري، وزير مستقل بامتياز. أنا شخصيا جبته، أنا جبته وزير الصحة، محافظ بنك المركزي يتهمون صدري، أنا جبته شخصيا. أحكيكم القصة، ثلاث مرشحين عندنا لمحافظ بنك المركزي، امرأة ورجلين. الامرأة احتضرت وهي تستحق أن تكون محافظة البنك المركزي، مهنية محترمة. الشخص الآخر احتضر، الشخص الثالث جو خبراء في مكتبي التقوا وياه، قيموه تقييم إيجابي، ليست له علاقة. أما الاتهامات على التيار الصدري وأن رئيس الوزراء عند اتفاقية التيار الصدري، كلها عبارة عن أكاذيب. أتحدى أي شخص يثبت لك وزير عندي بحكومة التيار الصدري، وزير واحد، جيبوا الوزير، في حين الآخرين أقدر أثبت لكم مش كم وزير عندكم بالحكومة. أما الحديث، نعم سيد مقتدى كان له موقف وطني، الطلب الوحيد الطلب سيد مقتدى من عندي والتيار هو طلب واحد فقط، الآخرين محل مطلبة من عندي، وأقولها بكل شجاعة، وأعرف هيزعلون الآخرين، قال بس دير بالك على العراق، هاي وصيته، الله محمد وعلي. أما الحديث عن الحكومة مخطوفة وهناك تنسيق، فهي عبارة عن انطباعات يصنعها البعض ضمن مشروع الشيطنة. هاي النقطة. أنا أشكرك باسمي واسم زملائي يعني ممثلي القنوات الفضائية لهذا اللقاء وهذه الصراحة، وممتن منك كثيرا، شكرا لوقتك دولة الرئيس. شكرا لك، شكرا لكل الزملاء، وأتمنى لكم كل التوفيق لكم ولعوائلكم، مؤسساتكم كذلك تستحق. وأذكر قضية واحدة، الإعلام والصحفي مسؤولية أخلاقية، عليهم التزام بنقل الحقيقة. التوزيع والبث الشبكي الخادم حيدر هاجر.